تمارين الفاكيوم أو شفط البطن تعتبر من التمارين المهمة جدا 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 للعب كمال الأجسام. تعتبر من التمارين البسيطة اللي بتستخدمها عشان تخلي حجم الوسط بتاعك صغير، خلصك من الدهون اللي موجودة في البطن. المدرسة القديمة لكمال الأجسام كانوا بيلتزموا بتمارين الفاكيوم بشكل منتظم وشكل مستمر، وكانت اللعيبة بتمتاز بالبطن النحيفة والخصر المنحوت، وده طبعا لأنهم كانوا بيلتزموا بتمارين الفاكيوم بشكل كبير. الهدف الأساسي لتمارين الفاكيوم أو شفط البطن هي تقوية العضلات الداخلية اللي موجودة في البطن اللي انت ما تقدرش تستهدفها بأي نوع من أنواع التمارين. تمارين الفاكيوم هتقوي عندك العضلات الداخلية للبطن، كمان هتحرق معاك كمية سعرات حرارية كبيرة، هتساعدك في شد ترهلات البطن، هتزود عندك اللياقة البدنية في الجسم، كمان مفيدة للسيدات خاصة بعد الولادة.